مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير احتفاء بالذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. يأتي هذا اليوم تجسيدا لمنارة وطاء على درب الكفاح الوطني المجسد للإرادة المشتركة بين العرش والشعب عبر بلورة الميثاق التاريخي بإعاز وإحاء من بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس. بإحيائنا لهذه الذكرى كنسعاو باش نوصلوا الرسائل ديالها والإشارات ديالها البليغة للأجيال ديال اليوم باش تقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية لمواصلة المسيرات ديال الحاضر والمستقبل اللي تخوضها بلادنا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة ومن أجل تحقيق مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي ونهضوي. وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال هو محطة تاريخية منقوشة في وجدان الأجيال الحاضرة والقادمة باعتبارها حدثا مفصليا في سجل الكفاح الوطني ومنعطفا حاسما في مسار النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال. فتقديم هذه الوثيقة شكل نقلة نوعية وإفرازا جديدا في منهجية وصياغ كفاح الشعب المغربي وترك آثارها الجلية في مجرى الأحداث وصيرورتها، كما أن هذه الوثيقة تعد ثورة حقيقية عكست وعي المغاربة المتقدم وقدرتهم العالية على الدفاع عن مصالحهم وتقرير مصيرهم وعدم استسلامهم لمشيئة المستعمر.